السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كوفيد 19 ده برنامج بيخليك تتأكد إن مش هيحصل نقل فيروسين. يبدأ يقولك مثلا لما تحط شخصين قريبين من بعض وتعمل أناليسيز، يبدأ يجيب لك المشاكل الموجودة فين. هنا مثلا همك هنا، تمام؟ فتخلي بالك. ونقدر إن احنا نضيف أشخاص بيرسون هوت، يبدأ بقى يقولك هو هيبقى مان ولا جيرل ولا بوي مثلا هوت، هيبقى لابس ماسك، في نتأكد من السيفتي ديستانس المسافة، عايز مثلا يكون قاعد، تمام؟ اكسبت. وتبدأ تحط الشخص اهوت بالشكل دوت، تمام؟ ويمكن ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز لو انت حابب. طيب عايزين نقول له مثلا مجموعة أشخاص، هتلاقي هنا جروب تقدر إن أنت تقول له مثلا في فاميلي، في كذا، في كذا، تقول له أكسبت وتبدأ إن أنت تضيفهم. ممكن تقول له أنا عايز أضيف روت، تمام؟ تقول له العرض بتاعها قد إيه مثلا أهو، تقول كليك عشان إيه تتعمل. عايز تضيف مثلا سيشن بوينت، وليكن مثلا تبقى هنا مثلا. عايز تضيف مثلا اللي هي تأكد ان اللي هو الصابون المنظف يعني، والجلافز ممكن تحطه برضه هنا اهو، وتقدر تدي زاوية مثلا لو انت حابب، وهكذا. في أي وقت تعمل أناليسيز وتقدر تشوف إيه الأماكن اللي فيها مشكلة، فلو في حد عنده مشكلة نقدر إن احنا نعمل له موف. بالشكل دوت نقدر نحط مسقاط مثلا، أو نحط علامة مثلا لازم هنا تخلي بالك مثلا من حاجة معينة. عندي مثلا في ماسكات، في هاند، في كذا، في كذا، تبدأ تشوف العلامة اللي انت عايز تحطها. ده في حتة مثلا حد الناس شايفاها بالشكل دوت، وتقدر ان انت تلفها بالشكل ده. ممكن نضيف حاجز مثلا اهو، بالشكل دوت. ممكن نضيف ريسايكل بين، ونقدر نشوف الحصر بتاع الحاجات اللي عندنا. مثلا دي السبيس اللي موجودة هنا، ده الأشخاص اللي موجودين كل واحد فيهم كانوا فين بالظبط. هنا الروت اللي احنا عاملينه، البساطة اللي احنا عاملينها، هنا الحواجز، هنا الجيل دوت، كل حاجة موجودة. الساينس اللي موجودة، موجودة فين وعلى زاوية كام. الريسايكل بين احنا لسه حاطينها من شوية، تقدر تعمل لها ايديت او كوبي او تنسخها او كذا، تمام. هنا الجرافزات موجودة فين والأماكن فين بالظبط، فممكن تغيرها من الاكس واي زد او من الانجل، او تضيف واحدة معينة، تمام. هو هيحطها في نقطة صفر وانت تبقى تنقلها بعد كده المسقط، فبيعمل لك حصر كل الحاجات اللي موجودة للوقاية من فيروس كورونا.